النهارده ببيان عاجل للسيد رئيس مجلس النواب لتقديمه للسيد دولة رئيس الوزراء عشان مشروع الصرف الصحي في ناحية. احنا عندنا في ناحية حقيقة محطة صرف صحي بقالها أكثر من 10 سنين معطلة، وكل شهر بيوعدونا إن هم يحلوها. فده النهارده تقدمت ببيان عاجل إن شاء الله بإذن الله هلقاه بكرة بإذن الله عشان يشغلوا محطة الصرف الصحي في ناحية، لأن بصراحة أهل ناحية غارقي بيوت ناحية غارقة في الصرف الصحي. طبعا بقالها 10 سنين ما اشتغلتش. ليه؟ لان كان معمولها ميزانيه خلص 70% من الاعمال او 80%، واتبقى المحطه دي تكلفتها 120 مليون، اتصرف عليها اكتر من 100 مليون وتفضل على ال 20. على ال 20 دي وقفوا من ساعه 2007 حتى تاريخه. لما انا جيت مجلس النواب وبدات اطالب رئيس مجلس الوزراء طلع علينا ال 17 18 مليون دول، والحقيقه الشركه استلمتهم ومعرفش متاخرين ليه الحقيقه، يعني انا مستغرب متاخرين ليه. فعشان كده تقدمت ببيان عاجل ان شاء الله باذن الله تتحل مشكله الصرف الصحي في مصر.